عودة مشاهدينا لخبر اجتماع هيئة التفاوض السورية المعارضة في العاصمة السعودية الرياض للتحليل والمتابعة. ينضم إلينا من الرياض الدكتور يحيى العريضي الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض. دكتور، هل الضربة الأخيرة الثلاثية على سوريا هل أعادت مرة أخرى الظهور أو فرص الظهور للمعارضة من جديد، ربما بعد أن خفت ضوءها في ظل انتصارات الحكومة السورية على الأرض ميدانيا؟ مساء الخير. أنت بتعرف أن الهيئة السورية للتفاوض المهمة المقاطعة على عددها التفاوض، وهي عبارة عن مكونات سياسية مختلفة، ستة مكونات بشكل أساسي. المهمة الأساسية كما ذكرت التفاوض لإيجاد حل سياسي والابتعاد عن حل عسكري، والمنهج الذي اتبعه النظام كل هذا الوقت هو الحل العسكري، ويشمل ذلك من يدعم النظام، كانت إيران وميليشياتها أو كان الاحتلال الروسي. الآن عندما يتم التصريح من قبل هؤلاء بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد من أجل إعادة سوريا للحياة، هذا الأمر الطبيعي أن يكون تكون الهيئة السورية للتفاوض هي الجهة التي يمكن أن تنخرط في هذا الموضوع، ومسار جنيف هو المكان الأساسي من أجل إعادة. طيب، هل من جديد يا دكتور على أسس التفاوض سواء في جنيف أو في غيرها؟ ما هو الأساس الذي تعتمد عليه المعارضة في التفاوض، وما هو حجم انتصاراتها على الأرض كي تتفاوض بقوة؟ نعم، الأساس بداية هو القرارات الدولية، أكان بيان جنيف أو القرار الدولي 2254 الذي هو الأساس الذي يتم التفاوض عليه. الآن تقول لي هل هناك أي تطورات على الأرض؟ تطورات على الأرض، المسألة ليست في سوريا، ليست مسألة جغرافيا، ليست مسألة أخذنا هذه المنطقة وشردنا أهلها أو دمرناهم أو ضربناهم بالكيماوي، هكذا يفعل النظام. ومن جانب آخر على الصعيد الدبلوماسي تقوم روسيا بأخذ مجلس الأمن رهينة واستخدام الفيتو 12 مرة تحول دون إيجاد أي وسيلة للعقاب، ومن هنا أتت تلك الضربة لأداة القتل التي هي مراكز تصنيع أو مراكز إطلاق كيميائي على أهل سوريا. الآن المسألة السياسية بشكل طبيعي أن تأخذ قرارات شرعية دولية من أجل حل سياسي مبني بشكل أساسي على إيجاد جسد سياسي انتقالي في مرحلة انتقالية يقرر بعدها السوريون أي سلطة يريدون. حاولت المعارضة أكثر من مرة في جنيف لأكثر من مرة أن تتحدث عن هذه الهيئة ولم تصل إلى حلول جذرية. إذا كنت استمعت لتريزا مي في إفاداتها بالأمس أمام البرلمان، قالت بالحرف الواحد العملية السياسية في سوريا لم تنجح ولم تثني الأسد عن استخدام أي سلاح كيماوي، بينما الاتحاد الأوروبي يشير في رغبته إلى استئناف العملية السياسية. هذا التباين يا دكتور يحيى كيف تقرأه على الأرض؟ الجهتان على حق. حقيقة العملية السياسية لم تتقدم خطوة واحدة، والتفاوض لم يحدث، وهناك سبب أساسي لهذا الموضوع، لأن النظام لا يريد أن يخوض في العملية السياسية، ويعرف أنه مجرد الخوض في العملية السياسية وإيجاد حل سياسي في سوريا يعني نهايته، ومن يدعم هذا النظام أيضا يدعمه بهذا الاتجاه. لو أرادت روسيا فعلا حلا سياسيا لكانت دفعت بهذا النظام من أجل انخراط عملية التفاوض وإحداث عملية الانتقال السياسي، لهذا السبب يحدث الاستعصاء. ومن هنا أيضا إغلاق باب مجلس الأمن من قبل روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن هو الذي أدى أيضا إلى فعل عسكري من جانب آخر. يتصور النظام ومن يدعمه بأنه عبر وسائل عسكرية يستطيعون أن يخدعوا الناس كما يفعلوا فيما يسمى مسائل المصالحات، لكن ما يحدث فعليا هو مأساة مستمرة على مدار السبع سنوات الماضية. ومن هنا يأتي التحرك الدولي، وأعتقد أن هذا التحرك الدولي سيأخذ زخما جديدا فيما سيأتي من أيام، أو يتصاعد بطريقة أخرى على صعيد عسكري. نحن أمام مفصل تاريخي الآن. شكرا جزيلا ضيفي من الرياض الدكتور يحيى العريضي الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض، أشكرك جزيلا دكتور على ما تفضلت به.